مولود العقرب، الفترة الواقعة ما بين 22/12 و19/1 إثر دخول الشمس إلى برج الجدي. مولود العقرب، أول شيء 30 يوم إيجابيين، 30 يوم مولود برج العقرب أراك بتواصل، أراك بإنتاجية عالية، أرى أعمال جديدة، أرى صداقات جديدة، أرى مولود العقرب مليء ومليء ومليء بالأفكار الإيجابية الجديدة المفيدة، أرى العقرب عم بقوي علاقاته. مولود العقرب، أنت من أكثر الشخصيات يلي رح تتمتع بالطاقة الإيجابية، بسرعة البديهة، بقوة الإقناع. هل بتشتي المصاري؟ يمكن تقولوا ملكة هيدي كلمة كبيرة. مولود العقرب إيه؟ بتشتي المصاري عليك بالثلاثين يوم المقبلة إذا أحسنت التصرف. تحسنات كتير كبيرة أراها بالعلاقات مع الأصدقاء، مع الأخوة والجيران، وتحركات كبيرة مع هذه الأشخاص أيضا. إذا كان هنالك بعض الضبابية بعلاقاتك الشخصية، هذه الضبابية رح تتوضح، رح يكون في وضوح ومصالحات وعودة تواصل وعلاقات، رح يدعموك لحتى تلاقي يا أيها العقرب حلول وسطى بين أشخاص كنت أنت بخلاف معه، في تقارب لوجهات النظر، حلول، مساعدة، فترة رائعة للتواصل مع العائلة، فترة رائعة للإصلاحات. ممكن يكون عندك مصاريف على أحد أفراد العائلة، يمكن حدا مريض من العائلة، يمكن بدك تصرف شوية مصاري، معلش أيها العقرب، ما هي عائلتك، إذا على عائلتك مصرفت رح تكون مشغول يا أيها العقرب، بالسفر، بالتنقل، اتصالاتك رح تكون كتيرة، رح تهتم لأمور تكنولوجيا. لا تؤجل أمرا يا أيها العقرب، لا تماطل يا أيها العقرب، بل ضاعف جهودك، تفادى التقصير، تفادى الأخطاء. ليش؟ لأنه حتكتر التحركات، رح ينشط مولود العقرب بالأبحاث، باللقاءات، بالدراسات، بالامتحانات، والامتحانات كتير طلاب العقرب. المريخ داخل على الجدي بيعطيكم طاقة فكرية، طاقة انتاجية، خاصة للطلاب والتجار، بشوفكم جدا نشيطين. رتبوا لي أوضاعكم، بيكروا على عملكم، اتكيفوا مع أي شيء جديد بيصير بالثلاثين يوم المقبلة. أريدك أن تكون متفائل يا أيها العقرب، أريدك أن تكون جاهز لكل ما في شيء، في شيء، في شيء على الصعيد العاطفي، في شيء شاغلك يا أيها العقرب، أو لقاء، انترفيو، امتحان، موعد مع السفارة، موعد محكمة، في موعد مهم للعقرب بالثلاثين يوم المقبلة. مورود العقرب، أنت الأكثر، أنت من أكثر الأبراج حظا وسعادة، خاصة بس يتقدم عطارد بالقوس، مصاري، أمور مالية كانت عالقة، أمور مالية كانت واقفة، ديون، قروض، ترتاحوا كتير، كتير ترتاحوا.